السلام عليكم ويا صباح الخير، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكون كلكم بخير. فاكرين الزهور دي؟ كنت شريتها من فتره، كنتوا معايا في الفيديو اللي قبل. في الايام اللي فاتوا زرعتها في الجنينه بتاعتي. صراحه نفسي اشتري منها كميه تانية لانها شكلها جميل جدا صراحه. بما ان اليوم مشمس فحبيت استغل الفرصه وانظف السجاجيد بتوع البيت، والصوفي من عاوز يساعدنا. المهم الموضوع ما كانش سهل، كان شويه صعب، تعبت الصراحه. هذه اول مره انظف السجاجيد في البيت، غالبا باخذهم عند حد يعني بينظفهم وكذا. واخيرا الحمد لله خلصنا، بس دي اخر مره شكلها حنظفهم في البيت. بصوا نشرتهم على المرجحة بتاعت البنات علشان ينشفوا، غسل سكتين. حتى يعني الشبابيك لازم تتنظف، توسخات بزاف صراحة، فلازم انظفها كمان. هاد الآلة زوينة بزاف صراحة، بتساعدني وبتنظف لي من القلب. وبما ان خلاص يعني الشتاء داخل فلازم ما اقص عشب الجنينه كمان. الحمد لله هذا الصباح صراحه عملت فيه اشياء يعني كثيره جدا صراحه. والان ححضر معكم يعني غداء كده بسيط سريع لذيذ. ما بياخدش وقت صراحه، زي ما بتشوفوا حطيت بصل زيت ملح، بعدين حطيت عليهم جزر وبازيلا، ودلوقتي بحط عليهم شوية صلصة الطماطم، ملعقة صغيرة من بودرة الثوم، وفلفل أسود، كمون، شوية كمون مش كتير، فلفل أحمر، وقليل من التوابل الإيطالية. دي اختيارية يعني، لا عندكم حطوهم، عندكم مش خلاص ما تحطوهاش، خلاص هاليهم بس شوية كده. دلوقتي ضفت المية، نسيت احط كزبرة وبقدونس، بعدين هحطهم دلوقتي خلاص، وهقفل عليها تسوي شوية لان الجزر بياخد شوية وقت هو والبازيلا. والان غنوجد الكفتة، حطيت كزبرة وبقدونس، فلفل احمر، فلفل اسود، شوية كمون وملح، خلاص حاجينها. هاي دلوقتي جاهزة. والآن غنضيف فلفل ألوان أحمر وأخضر، والكفتة شكلتها هاي حطيتها، وكمان بطاطس. خلاص الفلفل والكفتة والبطاطس حطيتهم مرة واحدة، وحزود عليهم كمان الأرز بعد ما غسلته طبعا قبل 3 مرات. صافي، و حسيبهم يستيو. والان غنضف الفرن. بما انه الغداء يعني لسه ما جاهش، حبيت استغل الفرصه ونضف الفرن في نفس الوقت، بقى مبهدل متسخ خالص. بس انا الفرن يعني بشتغل به كده عدة مرات، وبعد ما بحس به كده تبهدل شويه خلاص بنضفه، لانه هو بينضف نفسه بنفسه، يعني بيسهل علي الموضوع ده الصراحة. بالنسبة لي الباب لا بنظفه بنفسي، يعني بشيله من الفرن وبنظفه بعدين برجعه. المهم دلوقتي حشيل الأرفف دول، وبعدين همسحه مسحة خفيفة يعني بس بمنديل خلاص، وحسيبه يشتغل ينظف نفسه. فما ينفعش مثلا كل مرة نستعمله مثلا نعمل العملية دي، لأنه بياخد شوية وقت يعني ساعة ونصف، وكمان كهرباء، فلازم نستعمله كده مرات، ولما نحس بمثلا بقى كده متسخ خلاص نشغل الزر ده ونسيبه ينظفه. اهو اديني شغلته وحسيبه خلاص لمدة تقريبا ساعة ونصف، ترى اهو خلص. بصوا بيبقى عامل ازاي،
الأوساخ اللي بتكون فيه بتبقى عاملة زي الفحم. بصوا المربحة عليها فحم بس، بعدين بيبقى الموضوع سهل، باكي بس يعني أي منديل وبشيل به الفحم ده بس، وبرجع الأرفف مكانها وكل حاجة مكانها، وهو الفرن الحمد لله بيكون جاهز ونظيف. صراحة الموضوع ده الصراحة بيسهل علي الأمر. المهم الغداء بتاعنا خلاص بقى جاهز، لأنه ما بياخدش وقت، الرز ما بياخدش وقت في الطهي. بصوا الريحة الجديدة بزاف، بصوا الرز مش معجن، يعني كل حباية كده لوحديها، كل حاجة مستوية، كل حاجة لذيذة، يعني واخد سوا صح. والرز أهم حاجة، الرز ما يجيش معجن. بصوا عامل ازاي، والآن هعمل حلوة معمولة من اللوز، ولما تستوي إن شاء الله هزود عليها، هحط يعني فوقيها مربى البرتقال، وعاوزة أجرب أخلط معاها كده شوية شوكولاتة، لأني بحبهم مع بعض، يعني مذاقهم بيكون جميل جدا مع بعض. بس كتجربة أول مرة بحب أجرب صراحة. عرفت انه في تخفيض قالها لي زوجي، فمش عارفة جهزت نفسي ازاي. المهم بسرعة وخرجنا الصراحة، حتى الحلوة كملتها كده بسرعة وخرجت. دلوقتي هادي نحن رايحين. Thank you.
ورجعت للبيت وحبيت أشارك معكم شوية حاجات شريتها النهاردة، وفي حاجات كنت شريتها قبل بس حبيت كمان يعني أشاركها معكم. مهم شوية حاجات بسيطة، بيجامات، جواكت، شوية حاجات للبيت، مفاريش للترابيزة، مهم شوية ديكورات، بس دي الحاجات اللي أنا أخدتها. مهم كان تخفيض يعني جميل جدا الصراحة، يعني مخفضين كتير، وإن شاء الله كل ما اشتري حاجة حاب أشاركها معكم إن شاء الله بإذن الله. ولو فيني حاجات كده تخفيضات عروض أي حاجة حاب أقول لكم عليها. كنت عاوزة صراحة أشكركم على تعليقاتكم جميلة وعلى تشجيعاتكم، يعني بجد حاجة بتفرحني جدا لما بشوف تعليقاتكم الراقية جدا. وبكده بيكون فيديو النهاردة خلص، إن شاء الله يكون نال إعجابكم. أشوفكم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع المقبل مع فيديو جديد. مع السلامة.